أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. كان موقف الولايات المتحدة الأمريكية واضحا عبر وزير خارجيتها بلينكن بخصوص ما سمي بالتآكل المقلق للمعايير الديمقراطية، واستخدم بأسلوب عالي الدبلوماسية المعايير الديمقراطية. هذه المعايير الديمقراطية نحن لا نناقش الآن هل الأمر ديمقراطي أم غير ديمقراطي، إنما نتحدث عن المعايير، والمعايير فيها تآكل مقلق ولم يزد عن الأمر. لذلك فبالنسبة لهذا التآكل الذي يبدأ من الصياغة، صياغة الدستور، وإلى 2 مليون من 9 ملايين، لماذا لم يخرج التونسيون ليعبروا عن رغبتهم في هذا الدستور؟ الدستور ليست لديه شعبية بالاستفتاء، من غير استفتاء، خلط، أكبر خلط يقع الآن وما بين الاستفتاء، استفتاء على الدستور، قطع مع مرحلة بالكامل سميت العشرية، نفس الطريقة التي تسمى بها أيضا بالنسبة للحرب الأهلية الجزائرية. اليوم في عشرية تونسية عبر الإعلام لقيس سعيد، لكن واقع الحال هو السؤال: هل لدى التونسيين الرغبة حقيقة في هذا الدستور؟ هذا ما لم يلاحظه أحد، لأن 2 مليون من أصل 9 هذا لا يعني شيء بالنسبة على الأقل للأمريكيين، لأن الأمر يتعلق بدستور وليس بانتخابات. وخلط هذه المفاهيم ما بين الاستفتاء وما بين الانتخابات ونتائجها، وهي دورة دورية لا نناقشها، إنما الآن في خيار مصيري لبلد، فالأمر هنا يصعب قبوله. ثم أن الانتقاد الأمريكي أتى أولا من الدائرة الأمنية منذ 60 دقيقة في حوار جيك سوليفان مع الرئيس قيس سعيد في خارطة الطريق، وتجاوزها قيس سعيد بشكل كامل دائما تحت مبرر السيادة والتدخل، وكأن الأمريكيين ليس لديهم 20-30 والاتفاق الدفاعي والأسد الأفريقي والحضور الإسرائيلي، كل هذا بعيد كل البعد عن الشأن الذي يمارس فيه قيس سعيد السيادة. إذن مسألة بالنسبة لقيس سعيد تقسيم ما لدى الرئيس وما لدى الجيش بعيد وهكذا، فالأمر بالنسبة له في هذه الوضعية على وجه التحديد. خطورة ما يقع الآن في تونس أن قيس سعيد عندما أعطى على الأقل بعض الإشارات خصوصا بالنسبة للشباب، لأن الشباب هو المهم وإنتاج الوظائف، والأمر يتعلق بماذا؟ يتعلق ب 2 مليار دولار للبنك الدولي، يعني للمؤسسات الدولية، واليوم فيه نقد للأمريكيين وفيه نقد مضاد لوزارة الخارجية التونسية. إذن هنا استدعيت النائبة ناتاشا فرانشيسكي، نائبة القائم بالأعمال للسفارة، لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وواقع الأمر فمنذ أبريل 2022 وهي تمارس ذلك، فيما أنها مهتمة وتعمل في السفارة منذ نوفمبر 2021، وكانت، وهذا هو المهم، كانت في سلوفاكيا بنفس المهمة التي تقوم بها الآن في تونس، أيضا في القوقاز نائبة المستشار السياسي لعلاقات الناتو على وجه التحديد بكل دول الشرق الأوسط، وهذا هو الشيء الهام، لأن هذه المسؤولة كانت مكلفة بعمل الناتو، بعمل الناتو في كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالنسبة للنيتو الذي أقصى القذافي في قلب بلاده ليبيا، أصبح واضحا أن النيتو اليوم يفكر بطريقة مختلفة، وهذه لديها خطة متكاملة بالنسبة للنيتو ووضع الجديد للنيتو مع تونس على وجه التحديد. لهذا فمهمتها أمنية قبل أن تكون غير ذلك.
ثانيا أنها اشتغلت في القوقاز، اشتغلت في غير منطقة، وأيضا في بغداد، في سلوفاكيا، يعني في كل المناطق المؤهلة أن تخوض حربا من أجل ما سمي بالمعايير الديمقراطية. منذ 2014 وتونس في مجموعة هذه الدول. 2014 من هنا كان واضحا أن الأمريكي على وجه التحديد يعمل على الجانب الأمني والدفاعي وليس شيئا آخر، لأن الأمر أصبح من دون معايير، وهذا هو أخطر شيء. المهم أن يكون التغيير ولكن من داخل المعايير الديمقراطية المعهود بها، وهذا ما نلاحظه بشكل أكبر. مثلا أضرب مثلا في قضية الرد التونسي على ما سمي بالتدخل الأمريكي وإعلان السيادة أمام هذا التدخل، واعتبار تصريح تقييمي بالأساس لا يصل إلى أخذ موقف، الأمر يتعلق بتوصيف، يعني لا يحتاج إلى مثل كل هذا الوضع المتأزم والمتشنج. المسألة الثانية أن هناك رد مباشر بقضية خرق الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ومعلوم أن العلاقات الدبلوماسية ثم أضيف إليها العلاقات القنصلية، هذه مسائل مصدرية بالأساس. بالنسبة لبلينكن الأمر يتعلق بالمعايير، نقاش حول المعايير الديمقراطية، المعايير لناغم، هذا هو الذي يناقشه بالأساس بلينكن، أو جاء التصريح ذكيا في هذا التبويب على وجه التحديد، خصوصا أمام الحد من النقاش العام حول الدستور. هذا هو الأساس في كل ما يجري، الدستور الذي خرج من دون نقاش، الحد من النقاش العمومي، ثم أيضا بالنسبة للتصويت العمومي كان فاشلا. معنى ذلك أن المعايير لدستور اختلطت مع معايير انتخابات بلدية، إذن هذا هو المعيار، هذا الذي يناقشه بلينكن. لذلك فما حدث من رد لقضية فيينا وقضية خرق لفيينا، بنودها كلها حول عدم، مثلا بنود حول كيف تكون العلاقات الدبلوماسية على وجه التحديد، علاقة السفارة، عدم إمكانية للدولة المعنية التي تستضيف سفارة دولة أخرى أن تخترق مثلا أرشيفها، إلى آخر إلى آخر إلى آخر. معنى ذلك ترتيب وتوضيح ما يكون بين دولة ودولة، فما دخل أن يكون الموقف جزء من خرق لاتفاقية فيينا الثامن عشر من أبريل 1961، والتي دخلت المصادقة عليها في 24 من أبريل، ما دخل هذا بذاك؟ هذا تصريح تقييمي. هذا أولا. المسألة الثانية أن هناك مثلا فرنسا إلى 29 من مارس 1971 في نقاش شديد حول فيينا، فذكر فيينا في هذا المقام لمختص القانون الدولي هذا لا يعني شيء، يعني عدم استيعاب الموقف أساسا، عدم استيعاب البيان أساسا ومصطلحات البيان، ونحن أمام دولة وأمام شخص غير منفتح على لغات، لأن ببساطة شديدة لو أخذت الدستور، دستور قيس سعيد، وترجمته للإنجليزية سيكون رغم التجميل الذي يمكن أن نصيغ به هذا الدستور، سيكون دستورا بمعايير متدنية للغاية. واقع الحال أن في إمكانية ترجمة بالكامل لمثل هذا الدستور سيبدو ضعيفا، هذا واقع الحال، لأن طبيعة الصياغة فبلينكن عندما يصرح بالمعايير فهو يقصد ما يقصد من الصياغة، صحيح الحد من النقاش العمومي للدستور واضح، وإلى التصويت العمومي الذي أصبح مجرد انتخابات محلية، هذا كله جعل قيس سعيد في موازين التونسيين كم لديه
لدى هذا الرئيس وكم شعبيته، لأنه أتى من الشعب التونسي باسم سيادة الشعب التونسي. عندما دعا للخروج لم يخرج إلا مليوني مصوت مثلا. هذا يعني أن الذي كان يتحدث باسم شعب وسيادة وغيره كان على الأقل يجب أن يكون فوق الخمسين، فوق العتبة الخمسين. لذلك الدستور هو أقل من خمسين، هو في الخمسين، وأمام أي مشاركة في الانتخابات وتعطى لهذا الرئيس أو ذاك، أمام استفتاء دستور باسم أمة. نحن لا نتحدث الآن عن الطبيعة، عن فئة نخبوية أو فئة شعبية أو أي فئة، يعني ليس الأمر فئويا، الأمر نتحدث عن دستور، هبة الدستور. عندما يقول الأمريكي دستور، والدستور الأمريكي كيف تغيره؟ يعني من الصعب، وكيف وأي مصادر إلى آخره. فقداسة الدستور إن صح التعبير بألف مزدوجة بالنسبة للقداسة، هذا يعطي الأهمية الكبرى للدستور وليس وثيقة، الأمر لا يتعلق بهذا. على أي عندما نأتي إلى طبيعة استدعاء ناتاشا فرانشيسكي، فكان على وزارة الخارجية أن تطرح أكثر من قضية مع ناتاشا وليس الدستور مثلا. كذلك الشأن بالنسبة لتحويل أمريكا لإريكا فيبو في أبريل من إدارة الشؤون العامة بمكتب ليبيا الخارجي مباشرة نحو تونس. نعم، الأمر هنا، هناك يمكن تحريك فيينا، ولكن الأمر في الخرق الذي يمكن أن يحدث بالنسبة لإريكا وعلاقتها بالموضوع والانتقال من إلى والمكتب الخارجي لليبيا إلى العمل في تونس على أساس أن تونس وليبيا نفس المصير نفس التقدير إلى آخره، كل هذا قد يكون للتونسيين وللتونسيين الحق في اعتبار ما حدث من إريكا فيبو أيضا من ناتاشا شيئا مفهوما بالنسبة لفيينا، ولكن لا علاقة لتصريح بلينكين بخرق اتفاقية فيينا. إذا الأمر هنا لا يجب أن يكون بهذا الخلط الذي وقعت فيه الخارجية دون ضبط ما بين ما تقوم به أمريكا على صعيد سفارتها في تونس وما بين ما قاله بلينكين حول الدستور. يجب فصل الموضوعين، وألا يكون على الأقل في بيان واحد، وإن كان يجب فصلهما في فقرات واضحة لتبدو الصياغة شاملة. إذن أمامنا الآن أمريكا من جهة هي ربحت ما تريد على الصعيد الأمني والصعيد العسكري والاتفاق وكل هذا ربحته بشكل كامل. الآن ليس لدى قيس سعيد أي ورقة أخرى بعد الدستور، يجب أن يعلن انتخابات مبكرة بوضوح لمعرفة شرعياته. الآن يجب أن نعرف إلى أي مدى قد يقول قائل بأن المليونين هم جمهور قيس سعيد وهو الذي سينتقل مباشرة إلى الصناديق. هذا أمر غير مؤكد ولا يمكن بأي حال، حسب كل التقييمات الداخلية والخارجية لا إمكانية لمثل هذه المقاربة. أصبحت المقاربة الأخرى أن هناك مليونين من 9 ملايين مع هذا الدستور، احتراما للمليونين واحتراما لكل هذا، فلا بد من انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة في يوم واحد أو على الأقل في توقيت متقارب للغاية، وآنذاك سنعرف ماذا يريد شعب تونس أمام الخارطة، خارطة الطريق التي يوضح هذا الدستور. إن كان هذا المستوى الأخلاقي في التعاطي مع الشعب التونسي وأمام هذه الوثيقة وإعطاء هذه الوثيقة الفعالية، لأنها من حيث الصياغة ومن حيث الأسلوب ومن حيث السياق كله مهزوز، لكن أمام الفعل السياسي
يمكن أن يعطي للوثيقة حجمها، ليست الوثيقة هي المهمة ولكن الأهم هو الفعل السياسي. فهل يمكن لهذه الانتخابات المبكرة أن تحسم الوضع بشكل نهائي وأن يعود قيس سعيد إما أكثر قوة إلى القصر الجمهوري إلى قصره آنذاك؟ يمكن ببساطة شديدة أن تكون قد تشكلت مؤسسات الوثيقة، هذه الوثيقة نفسها عبر هذا البرلمان نفسه سيغيرها سيحسنها إلى آخره في علاقة منسجمة ما بين البرلمان وما بين الرئيس، يمكن آنذاك أن يكون فيها التعديل الكافي عبر شعب تونس، آنذاك سيسمح للاثنين مليون التي صوتت لهذا الدستور أن تكون لديها فرصة في تحسين وتعديل وتثمين هذه الوثيقة، وفي هذه الحالة قد يكون الفعل السياسي أقوى بكثير من الوثيقة. في الحالة الثانية الإبقاء على الأجندة الزمنية والعمل مع برلمان قادم ودائما مع هذه الحزازة، فشرعية قيس سعيد التي كان يعتقدها أكبر بكثير من حكاية المليونين اليوم أصبح الوضع مختلفا ومختلفا للغاية. فلا يمكن بأي حال للخمسة وعشرين أن تفرض دستورا على 75 من شعب تونس، لا يمكن بأي حال إلا في حال أن تكون هناك مؤسسات داعمة لهذه الوثيقة آنذاك يمكن تصور ما يجري. إذن هناك موقف أمريكي لم يكن متجاوزا لأي حد من الحدود المعروفة والمتعارف عليها على الصعيد الدبلوماسي، ليس هناك خروقات أو خروق على الصعيد حديث بلينكن، لكن أمامنا بوضوح ما تقوم به السفارة الأمريكية في تونس، ولم تكن الجرأة إلا لربط هذا بذاك كرسالة من وزارة الخارجية التونسية إلى أن بلينكن يخرق، لكن يخرق للدستور، ولكن واقع الحال ماذا تقوم به وماذا تفعل سفارة أمريكا في تونس؟ هناك كما ذكرنا ولن نكرر ما تقوم به الموظفتان المذكورتين سلفا، وهذا لديه مسطرة أخرى في قضية الخرق. وأساسا هل ستسامح أمريكا الآن قيس سعيد بعد أن وضع هذه بتلك؟ أي أن الخروقات التي تقوم بها السفارة الأمريكية في تونس بنفس الخروقات سكوت عما يجري لهذه السفارة في مقابل سكوت أمريكا على تمرير الدستور، على الاثنين معا أن يذهب في هذا الاتجاه، هذا ما كانت تريده تونس، سكوت من هنا وسكوت من هناك. لكن ما حدث أن بلينكن تحدث عن السياسة التونسية، عن المسار السياسي كما ذكرت وزارة الخارجية التونسية، عن المسار السياسي، تقييم هذا المسار، فكان بطبيعة الرد أن أيضا أمريكا تخرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية انطلاقا من عمل كل من ناتاشا وإريكا والبقية الباقية. على كل حال هنا لابد من تفصيل أمر شديد الأهمية، أن الصفقات التي يريدها قيس سعيد بطريقته ومع حليفيه الجزائري والمصري لم تمر لسبب بسيط، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي قد تعطي لقيس سعيد المتنفس، قد تعطيه إكسير الحياة أمام 2 مليار دولار للبنك الدولي، أو قد تعقد هذه المسطرة مسطرة الإقراض بالنسبة لقيس سعيد ويصبح الوضع أسوأ. إذن الكل سينتظر حكاية ما علاقة تونس وقيس سعيد بعد الدستور بمؤسسات الاقتراض الدولية، وعلى أساس 2 مليار دولار التي يريدها الآن من أجل أن يشرف عليها ويقودها بشخصه من أجل خلق وظائف
لهؤلاء الشباب، وهذا هو المهم بالنسبة إليه. وواقع الأمر الآن أن قيس سعيد أدار الحرس الرئاسي وأدار وزارة الداخلية باسم معروف لصالحه، والدعاية كلها لمؤسسات الدولة بعد تصفية كل ما يعتقد أنه عناصر إسلامية، عناصر يسارية متطرفة، كل هذا صفية بشكل مباشر وفي آخر المطاف بعد سيطرة الرئيس على وزارة الداخلية وإبعاد وزير الداخلية السابق والسيطرة على الحرس الرئاسي ووضع كل بما فيهم رئيس المخابرات السابق تحت الإقامة ومن ثم أيضا في السجن، وبعد هذه الضربات كلها الموجهة للمعارضين، كل هذا ولم يتحصل قيس سعيد إلا على 2 مليون صوت في استفتاء وليس في انتخابات. هذا يؤكد ببساطة ألا شعبية لقيس سعيد ولا شعبية بالتالي لهذا الدستور، وهذا الذي يجعله مهزوزا الآن أمام التآكل المقلق كما قال بلينكن. واليوم هناك صعوبات كبيرة في جعل الصفقات تكون من دون إدخال قيس سعيد إلى المعركة. اليوم قيس سعيد أمام المواجهة مباشرة، فهل سيختار أن يكون بنفس معيار قادة الشرق الأوسط أم أن الأمر يتعلق فعلا بوثيقة لأسباب طارئة خرجت بذاك الشكل، والانتخابات والعودة للشعب فورا بانتخابات مبكرة قد تسعف هذه الوثيقة وقد تطورها، وآنذاك يمكن بناء شرعية جديدة أو العودة إلى دستور 2014. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.